معبد الكرنك اللي كان بيسميه المصريين القدماء اسم إبتسوت أو البقعة المختار، هو أهم معابد طيبة أو الأقصر حالياً، وهو المعبد اللي كان بيتم فيه تقديس أمون إله طيب. كانت طيبة هي المدينة اللي بينتمي ليها الملوك اللي وحدوا مصر، وفضلت من الوقت ده واحدة من أهم المدن المصرية. معبد الكرنك موجود في البر الشرقي للأقصر، والناحية المواجهة ليه على طول موجود معبد الأقصر اللي كان اسمه قديماً أمون إم أوبت أو أمون بالأفق. تم ربط المعبدين القدماء بطريق محفوف بالتماثيل، طريق الكباش، وهو نفس الطريق اللي تم افتتاحه في مهرجان أسطوري يوم 25 نوفمبر 2021 كأكبر متحف مفتوح في العالم. هذا محل خرافي، شكله جميل وروحه كأنك دخلت، يعني رجعت في الزمن لورا 100 سنة ورا. أكتر من 100 دلوقتي، أكتر من 100 دي الحتة دي بالذات أكتر من 100 يعني. محل جديس. أنت كاتب على اليافطة بالإنجليزي جديس بالجي، بجي مش بالكي أو الكيو. لا بالجي عشان تبقى أسهل بالنسبة للأجنبي، وفي الصعيد طبعا هنا قاف بتنطق الجي، فعشان جديس. عجبتني اليافطة اللي بالجي. عايز أشوف الصور بقى القديمة اللي عندك. إيه دي بقى؟ خدني كده صورة صورة من أولهم. دي أول واحدة، المدخل الشرقي لمعبد كرنك اللي هو آخر طريق الكباش حالياً، يعني المنظر ده متغير تماماً دلوقتي. دي صور جدك عطية. عطية. يعني عطية تقريباً سنة كام دي؟ دي عشرينات. في العشرينات. ده أبو سمبل قبل النقل. يا خبر. ده كان على النيل على طول، يعني الأرض دي أرض زراعية، في صور بتبان في زرع عالي فيها يعني. ما جميل. ده مش تاريخ، ده تاريخ التاريخ. ده بقى التاريخ. ده بقى توماس كوك. دي مركب السودان، مركب شغالة اسمها السودان، يعني شغاله لغايه دلوقتي فعلا. مركب من 8 مراكب كان نزل بيهم توماس كوك 1886، اول نايل كروز. يعني المركب دي من 1886 وشغاله لحد دلوقتي، وده البلاتفورم اللي هو كان بيبقى اللي عليها المركب. الله، ده الوينتر بالاس. ده الوينتر بالاس فروم ذا اير، ودي بتعقد ناس كتيره غاويين تصوير ان ما بيبقاش عارف صورت ازاي بالكاميرا دي. صورها جدك من طياره، من طياره بالكاميرا الكبيره دي. ف الناس مش محدش متخيل ازاي دلوقتي بالفايبريشن بتاع الطيران زمان مع الكاميرا الكبيره ازاي تطلع كبير كده. دي بقى يعني لا هي نت قوي. بس دلوقتي في تقنيه حديثه ممكن يعملوها نت اكتر، بس عاده بيبقوا الناس عايزه يعني الصور عايزين الاثنين. وبعدين بتبين برضو هنا في الكورنيش كان شكله ايه، المرسى كان شكله ايه هنا. خرافي خرافي. ده فاروق، بس البرنس فاروق بقى، مش ملك فاروق. سنة 36 كان جه افتتح جامع هنا في المنشية، كان اسمه جامع أمير الصعيد، كان هو وقتها هو أمير الصعيد زي برنس اوف ويلز كده عندهم. احنا كان أمير الصعيد. الله. وده بيير لوكو، مدير الآثار المصرية، وشهرته جاية ان هو كان تصدر توت عنخ آمون في عدم تهريب، مش لتوت عنخ آمون، سوري، لكارتر، وعدم تهريب آثار المقبرة خالص. ودي إليزابيث، دي ملكة بلجيكا. دي الزيارة دي سنة 25. دي حاجة مهمة قوي، يعني شخصيات هامة كتيرة. كانت في فترة العشرينات بعد اكتشاف المقبرة كانت الأقصر قبلة المصورين طبعاً والمشاهير طبعاً. يعني وأصلاً الموضة بقت فرعوني وكل حاجة. ده كينج أمان الله ملك أفغانستان. أفغانستان. يعني أفغانستان. ودي مراته. ولابسة برقع على هدوم أوروبية. الله. وده الوينتر بالاس. ده الوينتر بالاس، وده البرنس إمبرتو ولي عهد إيطاليا في 26-27 برضه. ودول السكان الاصليين؟ لا دول العاملين الاصليين. ايوه ما هو ده اللي برنامجنا عليهم، دول السكان الاصليين. ده بقى اثناء نقل المقتنيات. انت ما عندكش صور من اكتشاف مقبره كارتر؟ لا دي في النقل. وبعد كده بعد كارتر، ما كان كارتر معاه المصور الخاص بتاعه، هو كان مسموح له بس يصور جوه جوه. بعد كده بعد ما الدنيا اتنقلت كلها القاهره، ابتدت زي جدي وغير جدي ممكن ينزل يصور. يعني ده النقل من الاثار نفسها، من المقبره للمتحف بتاعنا بتاع المتحف. دي صور الاستوديو، بورتريهات. الله، دول ناس عاديين. دول بقى لا، دي اشهر عيله باشوات في الاقصر هنا، عيله ياسا باشا اندراوس. ياسا باشا ده مشهور قوي.
ولاده العيله وبناته كلها يعني. وزي الكوبري، كوبري ياسا على اسم العيله اسمه بالظبط. قلت لي ايه بعد كده لما قلت لك مش عايزاك ليه ما بتنزلش مصر بعد كوبري ياسا؟ ماليش لازمه في مصر بعد كوبري ياسا، ماليش مسواش. كل الصور بقى اللي شفناها دي اتصورت بقى بكاميرات نوعها الكاميرات القديمه دي، كاميرات الاستوديو كلها بتواريخ مختلفه. انا كان حظنا الحلو برضو مره كان في سائح انجليزي دخل المحل هنا وبص على الكاميرات وقال انا ببيع الكاميرات دي في انجلترا وعندي كتالوج بالسيريال نمبر لكل كاميرا، كان الانتاج قليل. السفريه اللي هو كان بيجي كل 3 شهور، فجي قعد وطلع كاميرا كاميرا تلقي الليبل الابيض ده حضرتك تلقي تاريخ السيريال بتاعها، تاريخ صنع الكاميرا وقيمتها كام تقريبا. فعلا دي مثلا ايه؟ دي 1942 بتهيألي. ماركتها ايه؟ لا ما دي اللايكا الألمانية، دي اللايكا اللي هي أقدم كاميرا اتعملت. دي 1860 الكبيرة دي. 1860 وعدستها زايتس ولا؟ عدستها زي ما هي. وبعدين الغريبة قوي اللي بالفيو فايندر الغريبة دي، البوكس دي عشان اللي بيشوف بيها سلايدز كان ليها نور بيت نور ورا وأدوات التحميض والطباعة موجودة بس متشالة في مخزن لوحدها. بس أنت أكبر ميراثك برنتات يعني صور ممسوكة ولا نيجاتيفات؟ في منه عندنا حوالي 1940 قطعة نيجاتيف. طب مش ده قليل قوي على 70 سنة إنتاج ولا كذا سنة إنتاج؟ ما هو 100 سنة إنتاج بس برضو مروا مراحل نقل كتيرة، فكان اللي بيتكسر اللي بيبيع اللي بيتهدر. كنتوا بترموهم؟ لا الصور كانوا بيرموها. طيب دلوقتي أكيد المحل ده العريق ده جاله شخصيات مشهورة زارته، مين جاي من الشخصيات؟ في الملك فاروق سنة 44 والشهبانو بس كان ممنوع التصوير برضه، فرح ديبا دي مرات شاه إيران، شاه إيران حسني مبارك في 97 بعد حصة حتشبسوت. بس دول اللي احنا بنسمع يعني. أيوة دول نوع عليهم. دول انا كنت وشايفه أوسمة كمان وشهادات تقدير. ده أنا كنت القنصل الفخري البريطاني في الأقصر هنا لمدة 20 سنة ما شاء الله. وفعلا في نهاية الخدمة أخذت وسام الـ OBE أوفيسر أوف بريتش إمباير، ده بيعتبر تاني وسام بعد لقب سير. الصور اللي أنا شفتها دي كلها فيها معمار قديم ومفيش كتير بني آدمين إلا صورة ياسا باشا وعائلته، صورة شوية الناس. كان زمان المصورين يقول معبد الكرنك وعنصر إنساني. في صور معابد، في بورتريهات، في صور لناس في الزيارات، في شخصيات الزيارات اللي حضرتك شفتيها دي كلها بس صور. تعتبر كان زمان الصورة أقيم لما يبقى يعني ما فيهاش عنصر إنساني. في مثلا عندنا صورة لبهو الأعمدة، في صورة من غير شخص وصورة بشخص واقف تحت العمود. الصورة بالشخص دي بتتباع أكتر يعني، أي لقطة فيها إنسان أو عنصر إنساني بتتباع أكتر فعلا. لأن بيبين أول حاجة الدايمنشنز يعني بتبين عظمة المعبد، لأن بيبان الشخص قد صغير قد كده أهو والكولومز مثلا. لكن انت بتحب العنصر الانساني بدليل ان انت شخصيا بتصور بورتريهات بس كهاوي مش كمحترف يعني. كهاوي مش كمحترف يعني لو اديتيني كاميرا وقلت لي هتصور مين هاوي ولا هصورك انت، مش هصور الشارع. بس بالنسبه للعنصر الانساني انت حاسس ان يعني انت مش من اسره قديمه ارستقراطيه زي ياسا باشا وكده، بس حاسه ان انت قيمتك عاليه قوي علشان جدنا ساب حاجه مش لينا بس، ساب حاجه للتراث الانساني كله، لان المجموعه فيها كل حاجه مغطيه تاريخ مدينه من سنه 7 لغايه حاجه و60 تقريبا، حاجه و70. في صور في السبعينات يعني. احنا عاده بقى زي ما حضرتك عندك صور كتير كده، احنا عندنا مصور، عندنا مصور فوتوغرافي اللي هو عبد الصبور برضو مصور، لكن عندنا رسام بيرسم دايما بورتري وبنديه للناس عشان تفتكرنا لما نمشي. ميرسي يا عبد اهو. ميرسي خالص يا رشا، ميرسي. والبرنامج الاعداد كل اللي تعبوا معانا النهارده يعني. ما والصوره دي جميله ان فيها جينات ابويا وجدي، ويعني ما هو العرق يمد لسبع جد. ميرسي يا ايهاب جدا، مع السلامه. الديس وقلبي على التاريخ طول عمره بيدور، قلبي يعيش الحدث وعينيا بتصور. مصر بتاريخها عمار، ورا كل باب أسرار، شفت بعينيا آثار لما الفلاش نور. ورسالتي طول عمرها عايشة في ولادي، بيكملوا بعدي ويصوروا بلادي ويعرفوا العالم عظمتها وتاريخها.
ولأني مصري بشوف المستحيل عادي.